أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي راح تشوفوها بأسفل الشاشة، تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من لحظات البرنامج، وعندنا أيضا تطبيق الواتساب تقدرون تتواصلون ويانا عبر برنامج الواتساب. مشاهدينا الكرام، بداية استنكروا ناشطين وصحفيين على مواقع التواصل الاجتماعي تغيير مقتدى الصدر اسم مواطن عراقي اسمه يزيد، غيره من يزيد إلى عمر، بعد أن كتب المواطن يزيد الحسون رسالة للصدر يشتكي من كم المضايقات اللي يتعرض إليه، على الرغم أنه ما تحدث بمواضيع طائفية وإلى أصدقاء من الوسط والجنوب، ولكن في الوقت الحالي يخشي المواطن أو يخشى المواطن على نفسه وراء دعوة الصدر خلال مقطع مصور خلال هذا الشهر إلى نبذ كل شخص يسمى باسم يزيد، ورد الصدر على الرسالة اللي دزها يزيد الحسون ودعا أن يغير اسمه من يزيد إلى عمر. وتسألوا ناشطين شنو السلطة اللي يملكها مقتدى الصدر حتى يقدر يغير أو ينبذ من اسمه يزيد؟ والسؤال اللي انطرح، هل راح ننبذ اللي اسمه عبد الرحمن لأنه عبد الرحمن بن ملجم هو اللي قتل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه؟ الناشطون يقولون أنه الصدر المتهم باشتعال الحرب الطائفية أو بإشعال الحرب الطائفية يحاول من جديد أن يهدد السلم الأهلي والمجتمعي ويفكك المجتمع اللي هو أصلا مهدد بالانهيار بسبب العملية السياسية الطائفية، علما أنه مقتدى الصدر قال بوقت سابق، وهذا الكلام نقلا عن أبوه محمد الصدر، أن الدولة البيزنطية هي من قتلت سيدنا الحسين عليه السلام، وأن القاتل اسمه سرجون. نذكر أيضا أنه أكثر من مرة طلع مقتدى الصدر طالب مرة بسب بنو أمية، طالب مرة بإقرار عيد الغدير وبه الكثير من إثارة الفتن الطائفية بين صفوف الشعب، طالب بلعن الصحابة، واليوم يطالب بتغيير من اسمه يزيد. فالناشطون يتساءلون عن هذا الأمر، اليوم يزيد، باكر أبو بكر، وراها عمر، ثم عثمان، فمعاوية إلى سفيان، شنو اللي دا يصير بالبلد؟ هذا اللي دا يصير مو طائفية. أنا بالبداية احنا دا نحكي عن قضية تغيير اسم كل شخص اسمه يزيد إلى عمر، راح أسمعكم الفيديو اللي طلع وهو يحكي ويقول أنه الدولة البيزنطية وقاتل سيدنا الحسين عليه السلام هو سرجون، وراها راح تسمعون نبذ من اسمه يزيد على لسانه، وراها راح أطلع لكم الرسائل اللي قالها يزيد الحسون ورد عليها، تعالوا نشوف. قتل الحسين، وتبا لمن يدعي أن من قتله سني، وتبا لمن قتل الخلفاء ويدعي بأنه شيعي، بل هو الاستكبار العالمي، حيث قال السيد الوالد قدس سره الشريف ما نصه، محل الشاهد هذا سرجون هو الذي قتل الحسين سلام الله عليه، بالمعنى الذي أن عبيد الله بن زياد قتل الحسين، سرجون قتل الحسين وهو عميل للدولة البيزنطية، إذن الدولة البيزنطية قتلت الحسين. تلك أمة خائنة ظالمة وضالة مضلة تحتفل بنجاة نبي الله موسى عليه السلام من فرعون، ويتناسون مقتل حفيده، ويتناسون مقتل حفيد رسولهم، ويفضلون عليه أصحاب الرايات الحمراء. مثل هؤلاء المحتفلون يجب أن يكونوا منبوذين في كل المجتمعات، وينبذ كل من كان سميا ليزيد، وكل من يتبرك بأسماء قاتلي الإمام الحسين عليه السلام. يعني هنا قبل ما أقرأ هاي الرسائل، بالبداية قال أنه من قتل الحسين هو سرجون وهو عميل للدولة البيزنطية، فإذا الدولة البيزنطية هي من قتلت الحسين، ويكذب من يقول أن سنية من قتل الحسين. وراها قال
هؤلاء هم قتلة الحسين أصحاب الرايات الحمراء، ويجب نبذ كل يزيد وكل شخص يحتفل بقتلة الحسين. زين احنا ايش نفتهم؟ انت ويانا علينا ويا منو انت؟ شغلة ثانية، انت مو تركت العملية السياسية؟ منو انت وشنو السلطة اللي تملكها حتى تغير اسم؟ نرجع، يزيد الحسون دز رسالة اللي احنا تكلمنا عليه الى السيد مقتدى الصدر، كاتب رسالة الى سماحة السيد مقتدى الصدر حفظه الله ورعاه: أتقدم لكم وللمسلمين جميعا بخالص التعازي باستشهاد جدكم أبا عبد الله الحسين وصحبه وعائلته. سماحة السيد، كما تعلم إنني عراقي الجنسية، اسمي يزيد الحسون، وأكتب رسالتي هذه بعد خطابك الأخير الذي نبذت فيه كل من اسمه يزيد. وهنا وددت أن أقول أنني لا أتسمى باسم أحد، وإنما أتسمى باسم الكثير من أنصار الإمام الحسين عليه السلام الذين استشهدوا في كربلاء سنة 61 هجرية، وهم يزيد بن ثبيت العبدي رضي الله عنه، يزيد بن حسين الهمداني المشرقي رضي الله عنه، يزيد بن مظاهر رضي الله عنه، يزيد بن مغفل الجعفي، الحجاج بن يزيد السعدي، الحر بن يزيد الرياحي، عبد الأعلى بن يزيد الكلبي، أبو الشعثاء، يزيد بن زياد بن مهاصر الكندي رضي الله عنهم أجمعين. أكتب رسالتي لسماحتكم وأنا أخ وصديق ولدي عائلة ولدي عمل ودراسة في بغداد، ويعلم الجميع أن هناك أشخاص غير منضبطين وجهات غير منضبطة يتصيدون في الماء العكر ويسعون لاستغلال أي حدث لإحداث شرخ بين الشعب والتيار الصدري أو إثارة أي فتنة طائفية، وهذا ما يمكن لهؤلاء من استغلال ما ورد في كلمة سماحتكم، وهو ما يتسبب في أذيتي على الصعيد الأمني والشخصي والنفسي. إنني أشهد الله وأشهد أبناء الشعب العراقي من زاخو إلى الفاو بأنه لا توجد لدي مشكلة مع أحد، ولم أتلفظ بكلمة طائفية طوال عمري، ولدي الكثير من أصدقائي في الوسط والجنوب يشهدوا بذلك، وأنني أطلب سلامتي الشخصية وسلامة عائلتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي الرسالة اللي كتبها يزيد الحسون إلى مقتدى الصدر يوم 17/7/2024، وزير القائد اللي ما حد يعرف اسمه منه صالح محمد عراقي، نشر أحد الأخوة يزيد الحسون يبعث رسالة إلى سماحة سيدنا القائد الصدر دام وجوده بخصوص تسميته بيزيد، ونشر نص الرسالة، نشر نص الرسالة يزيد الحسون لسماحة السيد. تعليق وزير القائد: السلام عليكم أيها العراقي، أنا أخوك بالوطن مقتدى الصدر، أقول حسن ظني بك وبكل المعتدلين ألا يرضوا بأن يكون سميهم وشبيه اسمهم يزيد بن معاوية، فمهما كثر عدد الصحابة تحت هذا المسمى إلا أن جريمة بن معاوية سبب وجيه في تغيير هذا الاسم، ومن هنا أسميك عمر الحسون تقديرا لظروفك، والسلام ختام. يعني شقد أكو صحابة اسمهم يزيد، دولة أضربهم أكس، لأنه يزيد بن معاوية سوى جرم كبير جدا. أما اللي أنت تسوي هذا مو جرم، إثارة النعرات الطائفية اللي الشعب العراقي تعب وشقى حتى ينهيها هذا مو جرم. الشعب العراقي اللي رفض الطائفية ورفض المحاصصة ورفض أي شيء يزعزع من استقرار المجتمع، انت اليوم جاي بذني الاشياء اللي دا تسويهن دا تأججه من جديد. الشعب العراقي هو عباره عن فسيفساء، هو عباره عن فسيفساء. سؤال: بما انك نبذت يزيد، اليزيديون راح تنبذهم كلهم؟ بيهم وزيره وهم اقليه، بيهم نازحين وبيهم مهجرين، وهم فئة وأقلية من أقليات الشعب العراقي. هل تعلم بأنه كبيرهم أو قائدهم اسمه يزيد؟ تعرف لو ما تعرف؟ وأذكر كان في تسعينيات القرن الماضي كان كبير اليزيديين هو الشيخ يزيد بن معاوية، إذا ما تعرف معلومة أريد أعطيك إياها. الشعب العراقي من زاخو إلى الفاو عبارة عن فسيفساء بالصابئة وبالمندائية وباليزيديين وبالمسيح وباليهود وبالإسلام وبالعرب وكرد وسنة وشيعة،
بأقليات وأديان وطوائف، كلهم عايشين بهذا البلد. كنا نفتخر بهاي الفسيفساء. مشكلة الشعب العراقي وياكم أنتو هو إثارة هاي النعرات الطائفية. الشعب العراقي كان يفتخر بهاي الفسيفساء. أنا لحد ما اتخرجت من الكلية، اللي قاعد بصفي برا أحلى بالمدرسة أو اللي قاعد بصفي بمقعد الدراسة بالجامعة ما أعرف هو شنو، ما أعرف هو صبي، يزيدي، مندائي، مسلم، مسيحي. ممكن بعض الأسماء تخلينا نحس جورجيس كوركيس. ممكن في المدارس كان درس الدين، بعض الأشخاص الأطفال اللي يطلعون من درس الدين ونستغرب هذا ليش يطلع من درس الدين، نسأل أهاليتنا يقولون هذا لأنه صبي أو مسيحي مسموح له يطلع من درس الدين. وكو هواية من الصبة والمسيح كانوا يكملون ويانا درس الدين، حتى بهاي كانوا ويانا. بعث مع الأسف الشعب العراقي يريد، وأنتم فئة ضالة تردون غير شيء. الناس علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا من أبو مهدي الياسري: شنو دخل الاسم وشنو ذنب هذا الشخص؟ وهل كل شخص اسمه على أسماء أهل البيت هو إنسان صالح؟ بكل تأكيد لا، ربما شخص يحمل اسم غير مرحب به وهو إنسان صالح ومسالم. يعني حسين الشهرستاني لما انكذب على الشعب العراقي وقال أنا راح أعطيكم كهرباء 24/24، السلام عليكم. مصطفى الخيكاني: شنو ذنب الاسم؟ وهل اسم يزيد يعني مثل يزيد؟ وهل اللي اسمه علي أبو حسين ممثل للإمام؟ عجيب، بعدنا بهالعقلية ونقتل ونسقط الشخص حسب اسمه. هشام العراقي: شوف دول العالم وين وصلت وشوف هذا الشيء يحكي. يعني أنت تحاسب مواطن على اسمه؟ وإذا اسمه يزيد حالة حال الأسماء. هسه مو أكو مجرم اسمه محمد وحسن وغيرهم؟ وعبد الرحمن رعد: انحلت مشاكل البلد وهسه حايرين بالأسماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. عبد الرحمن على كيفك، لأن عبد الرحمن بن ملجم قتل الإمام علي، لا يجيك السرة. محمد عبد الكريم: بس أوقفوا أوقفوا أوقفوا، هذا مقتدى اتجاوز على الحرية الشخصية للولد وتحكم باسم، هو منو مقتدى أو غيره حتى يلعبون بكيفهم بالبشر؟ عدنان يونس: شلون مهزلة يا ربي، الواحد صار يستأذن حتى يقدر يسمي، وهي هاي الكارثة، هي هاي الكارثة. زين آني أرد أسأل سؤال، مقتدى ولا المرجعية ولا الوقف السني ولا الوقف الشيعي ولا البرلمان ولا الكتل والأحزاب؟ شنو اللي قدمت، ولا عمار الحكيم ولا أبوه ولا عمه، شنو اللي قدمته للشعب العراقي؟ أتمنى واحد بيكم يجاوبني، شنو والمنفعة اللي قدمتوها للشعب العراقي غير ذن السوالف؟ هذا اسمه يزيد، هذا هيج، هذا عيد الغدير، ذاك عيد ما أدري شنو، هذا ما أعرف شنو، هذا ما أدري شنو. والشعب العراقي متقلوط، لا معاملة تكمل من كثرة العياد اللي دا تقروها، لا رواتب وما أعرف شنو من كثرة الفساد اللي عندكم. البلد من سيء إلى أسوأ، أسوأ مدينة للعيش، أسوأ جواز بالعالم، أسوأ بيئة للصحافة، أسوأ بيئة للتعليم، أسوأ بيئة كبيئة يعيش بها الإنسان، أسوأ بيئة ملوثة، هواء ملوث، غاز يحترق. شنو اللي قدمتوه؟ وهسه جايني على اسم. يا ريتك يا ريتك لو نابذلك فد حزب من الأحزاب، لأنهم سرقوا قوت الشعب قبل ما تفكر بالاسم. أبو عبد الله من صلاح الدين حياك الله. وعليكم أستاذ العزيز. عليكم السلام والرحمة. أستاذ العزيز، أنا مشاكل العراق كلها، وهذا بوق النفط وبوق الدولار وبوق الدولار وتهريب العملة وغسل الأموال وكلها. نعم. كلها نسيت، هذا كلها صلحت ووقف على هذا الاسم. يعني عمي ماكو شيء. هسه عقلت أنت، حسين الشهر الثاني من وعد وكذب. هم اسمع على اسم سيدنا الحسين. زين هذا شلون ننبه الساعة المفروض؟ شلون ننبه أنت من كذبت على الشعب العراقي؟ من بقت مال الشعب العراقي، بقت قوت الشعب العراقي. نعم. يعني وقفنا على اسم، وأنت هسه عددت أسماء مال 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 صحابيين باسم يزيد. يعني يزيد شنو يزيد؟ يعني فرد شيء معضلة. يعني أنت عترجعنا لورا 1400 وكسر سنة، رجعنا لورا وشوف العالم وين تقدم.
شوف التقنية وين تطورت وإحنا ملتهين والله هذا اسمه يزيد هذا اسمه عمر هذا اسمه مرشسنا يا عمي هو الاسم هو كنية الاسم كنية يعني أنا سموني بكر أو أبو بكر سموني اسم مركب شون يعني لازم أنا أنبذ نعم. يعني سيدنا أبو بكر مو كان صحابي سيدنا الرسول سيدنا علي سيدنا لا كلها 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 يا عمي خلي يرجعون لورا خلي يشوفون يراجعون انفسهم الشعب العراقي مع احتراماتي للشعب العراقي اكو ناس ما يطفوا كل يوم تاكل من الزباله من الزباله مع احتراماتي لهم نعم من الزبل قامت ناس عايشه على الزبل على المصرخ يا اخي وعراق عراق ماكو بيا الخير بيا الخير الخير صار لبنان والايران لبنان وايران ايران ما قل دمرت العراق ما في عمي وسنة وشيعة شنو هاي الاسماء محمي ما في سنة وشيعة خلي يقول انا عراقي خلي يقول عراقي يقول انا عراقي وافتخر قولتن سنة وشيعة خدمنا بالجيش بالتسعينات استاذ العزيز ماكو وياي من البصرة وياي من العمارة وياي من الناصرية اشكال الفئاتي انا ويانا مسيح ما حد يعرف هاي يعني احنا مو من نرجع لك انت عتمجد بالنظام السابق زين يا عم مجد أنا السابق اللي يقول سنة شيء يقصون لسانه نعم يقصون لسانه ما كل شيء نعم يعني أنت أكثر النوبات من تقول ها من نحش يقولون يمجد هي مو مال تمجيد بس هذا الواقع الموجود نعم سويت أنت شنو سويت مياه شنو جبت العراق شنو جبت الدمار هي أنا أقول لك إيش سوى جاب الكريستال جاب الحبوب المخدرات والحشيش وغيره هاي جابها للعراق هذا محصول العراق من من, من من الديمقراطية جابتها أمريكا نعلت الله على أمريكا وعلى على 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 من ولا أمريكا نعم نعلت الله على أمريكا وعلى من ولاها نعم. وأني ممنوع من شكرا 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 لك أبو عبد الله. كشفت منظمة الهجرة الدولية أنه أعداد النازحين العراقيين من بداية هاي السنة أو عفوا من بداية السنة المضت حتى بداية شهر تموز تقريبا أكثر من 3 مليون نازح أكدت أنه أوضاعهم المعيشية سيئة جدا 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 وبسبب تسبب هذا الشيء بنشوء ضغط كبير على المدن اللي نزحوا إلها. المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية بعثة العراق توماس لوثر قال أنه أوضاع النازحين العراقيين سيئة جدا بحسب الإحصائيات الموجودة عندنا وأكو 3,100,000 مهجر عراقي داخلي نزحوا من مناطقهم ومحافظاتهم إلى محافظات أخرى ومناطق أخرى بداخل بلدهم وأدى نزوح هذا العدد من المواطنين إلى ارتفاع نسبة سكان المناطق اللي نزحوا إلها وعبروا خبراء متخصصون بشؤون النازحين واللاجئين عن دهشتهم من وجود أعداد كبيرة من النازحين بدولة ثرية مثل العراق وعايشين بظروف صعبة وقاسية وأكدوا أنه أكو شروط معينة لازم تتوافر حتى ترجع النازحين إلى مناطقهم الأصلية أهمها ومن أكثر الأشياء اللي لازم توفرها حكومة هي ضمان الأمن توفير الخدمات. أحد النازحين من مخيم بزيبز بمحافظة الأنباري ناشد أهل الخير حتى يمدونهم يد العون بسبب تفاقم معاناتهم افتقارهم إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة. تعالوا نشوف سوية. عليكم ورحمة الله وبركاته. ناشد كل واحد خير وطيب وكريم. أريد لي غرفة أو غرفتين لهاي الجهال. والله إحنا 15 نفر جاعدين بخيم وحارة يعني مش تعلين والله إيش إعلان يعني أنتوا جاي تشوفون حالة الأطفال وحالة كل واحد يعني قاعد بخيمة أنت أبو البيت يعاني من الحر ومعاناته يعني قاسية كيف يعني إحنا قاعدين جوا رقع وخيم ولا مبردة لا شيء لا يعني ماكو شيء ناوي بينفسنا نقعد بيه قاعدين والله بخيام ونسأل الله أن يرزقنا واحد خير وكريم ويبنى لنا غرفة غرفتين لهاي الأطفال هاي بسبب الحر والله قاعدين على الحصيرة بسبب الحر يعني حارة وطافية الكهرباء وما نقدر يعني شيء وين نتوجهنا بس هذا الحل قاعدين به بهاي الخيمة. هذا مخيم بزيبز. الناشطين حتى تعرف الناس
معاناة النازحين وسلميتهم أحقية مطالبهم اللي اتفق الجميع أنه هي حقوق مو مطالب. الدولة رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا المقطع. هذا المقطع داولوا على مواقع التواصل الاجتماعي هو فيديو مصور تصور بوقت سابق لأحد النازحين من مخيم بزيبس. هو يوبخ وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان جابرو بسبب الظروف الإنسانية المأساوية اللي يعيشوها بالمخيمات وطالبها أنه يرجعوهم من منازلهم أو يسفرهم خارج العراق. تعال نشوف. عمي انت مو وزيرة؟ هاي جاي عليك وقعدتني بالحياة والعجالة ولا رح الجوع. انت مو بالحكومة لو لا حكومة اذا ما بديكم شيء عشب شربين بينا طلعين خارج العراق لا تخلينا هلا وانهارت حصابنا ترى شغل ثيابنا والله انا هاي العالم كلها. عمي انت الوزيرة جاي علينا لو تقولوا احنا حكومة وترجعونا لأهلنا لو طلعونا خارج العراق تقولوا خلي الشاب تاكلنا ما كما راح انت الحكومه مو ليش قاعد على الكرسي بس مو متحكمه بيش الحكومه مالك. احنا ندر ترى هذا رجال فلاح مهجوم بيته بركب 20 نفر شاكس معين انت هاي قاعي هاي وين ليش ما ساكن القاعي خلينا نرجع قالها انا رجال فلاح بس عنده خبره ايش كبرها. قالها انت قاعده على الكرسي بس الحكم مو لك واللي اكبر منها قاعد على الكرسي بس الحكم مو له والكتل السياسيه والاحزاب قاعدين على الكرسي ويتحكمون بالبلد بس الحكم مو لهم. اكو اثنين اكو سفير ايراني واكو قائد فيلق قدس ذولا يتحكمون بالبلد واكو العم سام الرئيس الامريكي يتحكم بالبلد. اما عراقي يتحكم بالبلد هاي من سابع المستحيلات والشعب العراقي يدرون بها. ناس علقت ابو ياسر قيسي كل مسؤول واقف المفروض يذب استقاله على هاي الرزاله المعدله حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم. مازن اليوسف عاشت ايده اصلا هاي الوزاره لا تحل ولا تربط بس صرف موازنات وهدر مال عام. مطلب صدام قال مطلب حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من له سبب في تهجير هذه العوائل. طالب العبيدي الله ينتقم منكم سويتوا بالناس حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم. سائر يوسف يجب ان تحل قضيه النازحين كافي ظلم. سيف العراقي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا رب فرج عنهم كرب الحياه. فكان هذا تعليق الناس على هاي القضيه. راح نتحول الى قضيه اخرى وراح نروح الى محافظه ثانيه. عندنا ناشط من محافظه ديقار داولة اخبار حول طرح جراج السيف بمدينه الناصريه للاستثمار. فهو طلع وده يصور عن جراج السيف ويطالب الجهات الحكومية المتمثلة بالبلدية أن يفصحون عن حقيقة الأمر وما يتسترون عليها لأنه أراضي الناصرية ما من الممكن أن تكون ضحية لصفقات فساد. ولوح الناشط بالتصعيد إذا تم تأكيد الخبر بأنه جراج السيف تحول إلى الاستثمار وما انكشفت الحقيقة إلى الرأي العام. تعالوا نسمع. وما أدراك ما جراج السيف. استثمارات ذيقار والمشاريع الاستثمارية اللي يأخذونها الحجاج والأحزاب رسالة إلى أبنائنا الناصرية يوصلونها المدير البلدية والجهات المعنية ومدير الاستثمار. أكو معلومة انتشرت بالفيس بأن جراج السيف يريد يأخذونه. فهسه رسالة لكم جميع استثمار أو أرض حكومية يأخذونها من الناصرية يا مدير البلدية ويا استثمار ليش ما تعلنون بالرأي العام وتنشرون اكو مساطحة اكو مزايدة على مشروع؟ تدرون ليش؟ لان تكرمون مثل البزونة تنقص وتدفن نقاستها حتى خاف واحد يشوفها. فالرسالة لكم والكل عراقي والكل ابناء مدينة ذيقار توصلون هذا للجهات المعنية ومدير البلدية لا تسوون مهاترات بين المستثمرين والمواطنين. اكو مشروع استثمار انشروا اكو مشروع استثمار. ماكو مشروع استثمار وما اخذوا القاع وما اخذوا جراج السيف او جاي يزودون عليه فانشروا. فاذا انتم زلم المسؤولين انشروا وبقب منصبكم واذا مو زلم كش ملك واكو الف عراق عنده غيره ويدافع عن اراضي الناصرية. انا عندي اعتراض واحد بس على هذا الفيديو اللي هو ظلم البزون. والله العظيم لما نشبههم بالبزازين ظلمهم لأن البزازين لما أجلكم الله توصخ تحفر بالقاع وتطمها إي بس على الأقل تحافظ على البيئة لا تشم ريحة ولا تشوف فصاخة وراهم. أما هم لا أنت دا تشوف فصاختهم علني ودا تشوف البوق علني ودا تشوف الفساد عيني عينك
وما مستحين ويدرون وهم يقولون. واللي ما يصدق خلي يرجع التصريح مشعان الجبوري ويقول لك احنا الفساد ندري بيه ونعرف بيه ونكشفه ويجي علينا وناخذ من عنده مليون ومليونين وخمسة مليون ونقول ضحكنا عليه. الكذا ابن الكذا هو قالها علنا على اللقاء. روحوا شوفوا لقاءه وتصريحه وتعرفون اني شخصي. هسه نطلع للنجف. بالنجف احد المواطنين يتحدث عن احد الطرق، هذا الطريق مقابل المتنزه الكبير اللي صاير بحي النداء. قال من المقرر ان يكون هذا الطريق عباره عن شارع 100 متر بمسارين بمسربين رايح جاي، لكن تم اعطاء 70 متر من الشارع، يعني بدنا نحكي عن تقريبا 3 أرباع لشركه استثماريه لبناء مجمعات سكنيه بموافقه من مجلس المحافظه. هو سأل يعني يقول شنو الموضوع؟ علما أن المشروع ما توقف. ليش؟ لأن الشركة المنفذة تتبع أحد الجهات المتنفذة. تعالوا نشوف. أكبر الله أكبر يا أهل النجف. شارع 100 متر مقابل المنتزه الكبير، هذا السلامي قال توقف، واللي انطاهم موافقة على البناء هو مجلس محافظة اللي موجود الآن. شارع 100 متر أخذوا منه 70، سووا بيوت مجمع سكني يبيعون البيت ب 400 مليون. هاي شوارعنا أريد واحد يسمعنا، رئيس وزراء، رئيس استثمار، نائب، عضو مجلس محافظة. يعني هذا شارع انطو، شارع هو مخصص 100 متر سايدين، أخذوا منه 70 وخلوا 30 متر. بأي قانون اعطيتهم موافقة يا هيئة الاستثمار ويبنون مجمعات سكنية؟ هذا المجمع شك واحد يقول توقف، كذاب كذاب كذاب. هذا المجمع مستمر بالبنيان وبنى من مجمع بيتي بالاتجاه شارع 60، هذا المجمع جاي يبنون ويدقون قوالب، وهذا الشيش أمام انظاركم، وهذا البناء أمام انظاركم، وهذا اللي ماخذ المجمع عنده سلاح منفلت وتابع إلى جهات حزبية وعده نفوذ وفن واحد يندق بي. أنا أريد عضو لو محافظ يوسف قناوي أي واحد، هذا المجمع بوجود ماجد الوائلي وبوجود مجلس المحافظة الحالي هو اللي اعطاهم موافقة على البناء. هاي شوارع النجف تحولت إلى استثمار يا رئيس الوزراء يا محمد الشاع السوداني. يعني إذا قلنا 100 متر شيل من عدهن 10 متر من الصفحتين أرصفة، شيل من عدهن مترين بالنص حتى تصير جزرة وسطية، شيل من عدهن تأثيث وما تأثيث وما أعرف شنو، عندك المفروض شارع رئيسي بأربع مسارب منه أربع مسارب منه. احنا نحكي عن شارع سريع أو شارع عام مقابل متنزه. بس المشكلة أنه احنا عندنا أهم شيء المجمع السكني، عندنا مشكلة بالسكن، عندنا عشوائيات، عندنا ناس فقراء ما عندها بيوت، عندنا ناس عايشين بالخيم، عندنا ناس عايشين بالشارع، عندنا ناس عايشين بالهياكل، عندنا ناس يدرسون بمدارس عبارة عن بيوت أجار أو هياكل، ذولا طبيعي، بس عندنا ناس يبنون مجمعات سكنية والمهم عندهم أنه يشوفون المجمعات السكنية تنبني لأنه بها وارد، وهذا الوارد مهم للمتنفذ. مصطفى الغزالي لا صوت يعلو فوق صوت العصابات. حسين علي كان مجلس المحافظة المنجو للنهب والبوق. علي كاظم الطفيلي ليش ما تصير وقفة باب دائرة الاستثمار لإقالة مديرها؟ حيدر شدود الفاسدين يسرقون كل شيء. الأمير محمد مدير الاستثمار دمار للناصرية. الحمداني وين دور الدولة لو بس على الفقير؟ حسبي الله ونعم الوكيل عليكم. فكان هذا تعليق الناس على قضية الفساد اللي دا يصير بالاستثمارات. عندنا ملف أخير، ملفنا الأخير اللي هو ما طالبوا به أهالي قرية قضاء النجمي بمحافظة المثنى. طالبوا أن يتم تبليط الشوارع والطرق اللي موجودة عندهم بالقرية وأن يلقون حل للتخسفات اللي تصير بالشارع. ليش؟ لأنه هي سبب رئيسي لحوادث المرور ولموت الكثير من الناس ولتهالك سياراتهم وتبديد أموالهم بسرعة. أكدوا أنه الأهالي دا يحاولون على طريقتهم الخاصة وعلى مصرفهم ومن جيبهم الخاص أن يغطون هاي التخسفات والحفريات، أن يجيبون أقواني محملة برمل تاع
التراب يردمون بها هاي التخسفات، لكن هذا مو حل. لأن يعني عندك هواء يطير الأتربة، عندك سيارات تفوت تدوس الرمل والتراب ويرجع التخسف من جديد. تعال نشوف الأخ القيم مقام الأستاذ علي حبتور مدير الطرق والجسور المثنى الرميثة، يا معودين تلاحقونا سياراتنا تفلشت، رحمة لوالديكم سيارة زفت واحدة كافية عليهم لنا طسات بسيطات. الأخوة متبرعين جزاهم الله خير، جابوا اسمنت ورمول، ما يفي بالغرض، ما يفي بالغرض، يعني مو شغل ذاك الشغل المضبوط. إلا عندكم غيرة علينا، احنا اخوتكم الجبور شارعنا نفلش ما يكلفكم ترى الله وكلها. السيارة زفت واحدة من هذا اللي يروح جو العبا شوية من عنده، ما نريده هواية، احنا هم اخوتكم هم محسوبين عليكم، لو تحتاجونا بس بالانتخابات تجونا. طسات بسيطات والله ما يسمى، شوف ادوات بسيطة يعني، حتى شوف هذا الولد حتى مكنسة ما عنده يكنس بيده. جزاك الله خير ابو مقتدى ابو علاوي، رحم الله والديك، مشكورين. عندنا الناس تجيب رمل وتردم هي بالحفر، وراح احكي لكم قصة وهي حقيقية وشاهد عيان عليها، شفتها بعيني. بجلاسكو اللي في اسكتلندا شمال لندن او شمال المملكة المتحدة او انجلترا او بريطانيا، طالب جامعة من طلبة الدراسات العليا سايق سيارته، واحد من الشوارع كثرة الأمطار اللي تصير عندهم هناك صار بنقرة السيارة وقعت، ما صار شيء بالسيارة، أكو شفة تشيل التاير اللي جهة السائق انكسرت. ركض عليه الشرطي مع المرور، وقف السير واتصل بالجهاز وجاب كرين على نفقة الدولة، وهم يحجون ويا الطالب ويردون بس يشوفون صار بي شيء لو ما صار بي شيء. تحول الطالب إلى مستشفى حتى يفحصون سلامته الجسدية والعقلية، واعتذار رسمي من الحكومة بسبب وجود حفرة، واستقالة وزير نقل بسبب وجود حفرة، وتصليح السيارة على حساب الحكومة بسبب وجود حفرة، لأنه يقول لك احنا هددنا أمن وسلامة المواطنين. هو بالعراق عندنا طرق محفرة وجسور متهالكة وجسور آيلة للسقوط ومشاريع متلكئة وجسور تنفتح وتخرب ورا كم يوم وما حد يحكي، وراح يجي واحد يقول لي ماكو هيك كلام، راح أقول لك لا حبيبي تعال وياي أشوفك هذا الكلام بعينك. مراصد حقوقية تقول نص طرق العراق ما تصلح لسير المركبات العادية والشاحنات، وأضافت هاي المراكز أنه سوء التنفيذ الطرقات وعدم صيانتها بشكل دوري أدى إلى تهالك أكثر من 50% من الطرق، إضافة عن الأحمال الزايدة للشاحنات الكبيرة. أكدوا أن طرق العراق تحولت إلى مسارات للموت بسبب افتقارها إلى متطلبات السلامة، هذا الشيء اللي أدى إلى ارتفاع عدد الوفيات بسبب حوادث السير المميتة. بهذا إلى جانب مطالبة أحد المواطنين بتسريع العمل في شارع الوفود بمحافظة البصرة وإنقاذهم من الطسات والإتراب. تعالوا نشوف. هسه راح يظل سنه سنتين على هاي الترابه والطسات والحصو ويرشوا ماي ويصير طينه وجرجره، بعد انسى هذا الشارع على ما فشلوا ذنيش البنايات. زين انتو سووا صبابة خلي العالم تشوا بعدين بلطوا، بس عم ما تحكي يا شركات نصف فاشله، انسى بعد الشارع على الترابه هاي والطينه والحصو والسيارات تفلشت كفيه كلام عباس. يجيني واحد ويقول لي القصة اللي انت حكيتها وكلامك عن الحكومة العراقية ماكو من عنده، راح اقول لك تدلل تؤمر امر. تعالوا وياي، تعالوا وياي واني اشوفك بعينك شنو اللي دا يصير بالعراق. هذا احد المواطنين هنا ينتقد الاهمال الحكومي، هذا شنو؟ هاي مجسرات الزهراء اللي تم افتتاحها قبل سنة، احنا بال24 افتتحوها بال23، دا تشوفون ذني العواميد، ذني عواميد مال كهرباء مال إنارة عفوا، لا بها كهرباء ولا بها قلوبات، وماكو متابعة، والضحية هنا هو المواطن بسبب حوادث السير اللي تصير. تفرج حبيبي يا متى
يبقى هذا الإهمال في أغلب المشاريع في محافظة النجف الأشرف، وجسرات الزهراء أكثر من عام كامل مر على إنجازه وافتتاح، ولحد هذه اللحظة بدون إنارة. شنو السبب؟ ليش؟ ما حد يعرف. هذا المجسر انصرف عليه مليارات، هذا المجسر أكثر من 12 سنة تم به العمل، هذا المجسر أذى ما أذى من أبناء النجف لحد ما اكتمل. أغلب الشوارع المحيطة دائرة ما دائرة تلقاها ما كاملة، وهاي أمامكم الأعمدة بدون إنارة، صوبين، هذا الصوب وهذا الصوب. ما أعرف السيد المحافظ يوسف قناوي عندك عليم ما عندك عليم، السادة أعضاء مجلس المحافظة المحترمون عندكم عليم ما عندكم عليم، مدير الكهرباء الأستاذ علي جنجول، مدير هيئة الإعمار، يعني ما أعرف شنو السبب وليش هذا الإهمال، وليش ما حد يسولف، وليش ما حد يحكي، لا نواب لا أعضاء مجلس محافظة لا محافظ لا كل مسؤول بالمحافظة ما يتدخل بخصوص هذا الموضوع. هاي أبا، شلون شوارعنا وطرقنا؟ احنا عندنا جسور تنفتح، مثل اكو جسر بمحافظة صلاح الدين صعدوا عليه الناس، جهة اكو بيه رمبة وصعدوا وما عارف شنو وصعدوا على الجسر، الجسر يخبل جديد، وصلوا للصفحة الثانية وماكو نزلة، يحتاج كل سيارة تحط أجنحة مع الطيارة وتنزل هبوط. عندنا جسور تنفتح مثل جسر مشاة القريعات أو جسر الأمة اللي صارت له هلو هالليلة إعلامية، ما طول 6 أشهر قاموا يحطوا له جقات مع البناء حتى لا يوقع الجسر. عندنا شوارع جديدة، وش قد عندنا شوارع جديدة، وش قد فيديوهات طلعت بتبليط الشكرلمة، واللي ما يعرف شنو هي الشكرلمة اللي سموها في بلاد الشام حلويات الغريبة، هاي اللي بإيدك لما تلزمها تتفتت، احنا نسميها شكرلمة بالعراق. فتبليط الشكرلمة التبليط اللي هو الاسفلت الجير، مشاهدينا بالوطن العربي واللي دا يشوفونه بالعراق، تعرفون الجير شنو؟ الجير ما ينشلع، ما ينشلع، بس بالعراق جير الشكر لما الشباب العراقي يروح بأصابعه يسوي هيك شلعة ويقدر يقلع شارع كامل بأصابعه، لأنه التبليط شكر لما. شنو اللي قصد بيها؟ أنه التبليط مو صحيح، مو وفق المعايير الصحيحة. ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا من أبو زيد الملوفد: لا يوجد محاسبة للشركات عند التسليم، يجب أن تحاسب على تقصيرها. مصطفى الغزالي: مجسرات لحد الآن ما مكتملة المنطقة، إلى أسف مجسر بلا أعمدة، رصيف لم يكتمل، شارع ترك بطبقة تبليط واحدة. الأستاذ حيدر البديري: أضف إلى وجود تخسفات بالتبليط في مداخلة وفوق مع تلف الفواصل. عبد الأمير أبو ليث: خاف المقاومة ما نطاهم المالات. محامي محمد العنزي: هي بس الإنارة انضرب بيها حاجز أمني وخلوه لصبات وعافوه حرامية. جابر صقر أبو نور: محافظ مشغول بالمضايف، مع الأسف الشديد النجف أصبحت ضحوكة، شوارع محطمة لا تخطيط، من لؤي الياسري إلى الوائلي إلى قناوي يجب أن يرحل. فكان هذا تعليق الناس عن طرقنا العامة والفساد اللي دا يصير بيها. سلط قسم التواصل الاجتماعي الضوء على المناطق منزوعة السكان بالمحافظات المنكوبة، واللي قررت الميليشيات تهجير أهلها لتحقيق غاياتها ضمن مخططات التغيير الديموغرافي، لأنه بعدهم أهلها يرزحون في مخيمات النزوح من 10 سنوات بخيم مهترئة تفتقر إلى أبسط الخدمات، على الرغم من مناشداتهم المتكررة لعودتهم إلى مناطقهم. لكن الحكومة بعدها تواصل تهميشهم وتركت القرار إلى ميليشيات استولت على الممتلكات وعلى الخيرات، ومن ثم على تلك المناطق، وأصبح المتحكم بهذه المناطق هم الميليشيات ويمنعون عودة السكان الأصليين. خلونا نشوف هذا الانفوغرافيك. Thank you.
شكرا لقسم التواصل الاجتماعي. هذا العراق هيك عايش العراق. واحد حاير لي باسم ويريد يغير اسماء ودي حاسب ناس عايشين بهالوقت هذا بال 2024 على واحد عاش قبل 4400 سنة ويريد يغير اسماء بكيفه ويقول لك احنا مو طائفين. مشكلتهم ان هم طائفيين بكل معنى الكلمة، في التعامل مع الحقوق، في التعامل مع الناس، في التوظيف، في التعليم، في الرواتب، في قضية الرعاية الاجتماعية، بالجيش، بالشرطة، بالمنتخب. هم طائفين بكل معنى الكلمة، لكن هم أثبتوا أن هم مو طائفين في دمارهم للبلد. لأنه إذا تجي وهسه تقارن بيها راح تشوف العراق من شماله إلى جنوبه يعاني من قضية الرواتب، يعاني من قضية عدم وجود عدالة بالرواتب التقاعدية، يعاني من وجود مشكلة في قضية الرعاية الاجتماعية، يعاني من وجود مصيبة بقضية الفساد الإداري والمالي، يعاني من طرق، يعاني من جسور، يعاني من عدم وجود حصة تموينية ورداءة مواد موزعة من قبل وزارة التجارة بالحصة التموينية، يعاني من كل شيء. والأخ حاير لي باسم يريد ينبذ الناس على اسمهم، تعال احكي لي بوزير التجارة ايش يسوي بالبلد ومفردات الحصة التموينية، تعال احكي لي وزير النقل والطرق والجسور والخاوات والأتاوات اللي تنخذ من الناس لما يروحون يجددون سنوية وغيرها وغيرها وغيرها، الضرائب اللي دا يدفعها المواطن على اتصالاته وما دا يحصل لا نت ولا اتصالات صحيحة، الأتاوة اللي دا يدفعها المواطن على قضية دفع جزية الكهرباء وهو ما عنده كهرباء أيام وليالي بهذا الحر والعراق دا تسجل به درجات حرارة عالية جدا غير مسبوقة، قضية انتهاء الحزام الأخضر، قضية القضاء على الزراعة العراقية، قضية القضاء على الثروة الحيوانية العراقية. تعال احكي لي عندك مكان كان موجود من ضمن التراث العالمي وموجود على لائحة التراث العالمي، الأهوار العراقية، الأهوار العراقية والمشاحيف وقطعان الجواميس اللي بيها وإنتاج الجيمر العراقي والسمك اللي موجود بيها، الأهوار اللي الناس كانت تروح تصيف بيها وتتونس بيها هسه نشفت. احكي لي بهاي، احكي لي المي اللي انخفضت مناسيبه، احكي لي بالسدود اللي آيلة للسقوط، احكي لي بالكهرباء اللي مدى تحكي، احكي لي بالمي اللي الناس مدى يوصلها مي صالح للشرب، احكي لي بمعاناة النازحين اللي دايما منعون يرجعون لمناطقهم، احكي لي بالعطالة والبطالة اللي موجودة عند الشباب العراقي اللي مدى يلقى شغل، احكي لي بالهنود والصينيين والإيرانيين والكوريين واليابانيين اللي يشتغلون بالعراق والعراقي ما لاقي شغل، مو تحكي لي بيزيد واسمه وتغير العمر. هذا حالنا. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم بإذن الله. لا أحد قادم، في أمان الله.